وكان نرجع للمطبخ. شلونكم حبايب؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. صار لي 3 ايام مجازه ايوب بالبيت ويقول لي الضيف راح نكرمه يوم يومين ثالث يوم بعد ماكو كراميه قوم انتي. وبما انه الدنيا بارده وجماد فوين التخته؟ ها حبيبي وين؟ ها رولينا طلعت قاعد تلعب بالثلج برا. بدي تروح؟ هاي دوري بس بانصله والبس على راسك شو اسمه؟ كل شي حتى ايديناتك يعني كلش بارده اليوم عندنا ناقص 7. ما عندك؟ انت دائما تقول ما عندي حتى لو عندك. طبعا هنا سويت اليوم تمن وبانيه وراح اسوي حضر هسه شويه فواكه لانه ايوب جاي هو وصديقه كانوا يشتغلون بالبيت وقال اليوم بارده وبما انه انت هنا راح نستغلك. قلت له ماشي تعال. فمسويت لهم اليوم تمن بيز زعفران ومسويه بانيه. مسويه شلون راح هاتي الزعفران شلون؟ رحمت. لا هنشو تتمرر؟ معقولة يعني تشوف تتمرر؟ ها وانت كوش ما يصير بيك؟ والقمصلة تتمرر وشافيتك كلها والبجامة وانت تبقى انه مغطيني مغطيك؟ ايه بقف خلي اشوف منها خفف تروح. اي شو بقى؟ يعني سبب انطلونك حيتمرر وتم تتمرر؟ ها؟ شو؟ بابا اذا ما تكضمها زين؟ هنا عندنا رز بالزعفران وهنا البانيه يمي. ما تشوفون حضرت الغداء وخلصت فهسه راح اغير ملابسي والبس شيء شويه يدفي وراح انزل جوا. وكان يطلع حيدر كان يطلع حيدر شفتي يعني فد سوالف عندك يعني اللي تمشي على البلوعه. يلا صعدي رودينا خليه وصلك. وين؟ اي حيدور دير بالك ماما تعور. ماما بعد الثلج اللي وين واصل وي قاعد يتعبكم. طبعا كل شيء ما تشوفون بس بياض كل شيء ماكو. وي شلون جو؟ هسه بهذا الجو حالات واحد شنو؟ صوبة وعليه هيك في جذر حلو مرتب مال لبلبي شنو هاي؟ يجوا عليه حامض ورارنج. راح ارجع للبيت راح اخليهم شوية يلعبون وارجعهم. مرة متعلماني من المدرسة اسوي ملائكة بالقاع واريد اشوفكم شلون تصير بس خليني اضع مكان بسيط لانه هذا هنا اقدر اطبق خليني اضع راح اسوي هنا بشوفكم شلون. هاي شنو هاي؟ بعدين انت الشكل راح يصير. ايش الحركات؟ اوه اوكي شكد حلو. اه من المدرسة متعلمته. تعي انقلبي وشوفي شكد حلو. لبس عليه جنة ما ادوس عليه لا. ها ماما رج ماما شوفي بعد شغله نقدر نسويها بالثلج. الارنب ابي اقول باعي الارنب راح اسويه باعي مام شوي شوفه مام باعي الارنب شوف الرقصه هذا تدوب من هاي الحركات ما اقدر طلع هذا الثلج مالتك شايله وياك. يلا روح يلا رودينا صعدي خليه يركض وراك. هاي قلت يعني بعيد
ترى نتحمل نتحمل. يلا بعد خلينا نركض من الأسرع. يلا حيدر انزل. لا لا ما شوف 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 الحركات. لا وحيدر شبع برد ونقع نفسه بالثلج، بس راح نروح للبيت. يلا تعال انطيك الشال مالتي راح احطه على وجهك. مش ما اشوف مش ما اشوف هاي اقعد اقعد ما اشوف ساعدي. يلا اقعد اقعد حجر واحد اثنين نعم يلا ضم ايدك جوه. راح نروح للبيت سحل. هو هذا اسمه يقول سحلي اطفالك وروحي للبيت. فاني هسه سحله جهال وراح اروح للبيت. يلا امشوا جهال امشوا امشوا. هاي حال الام من تروح للسوق يرادكم من هاي العربانه اللي وراي. حطوا جهال فيها سحلهم. ما تشوف اي خصوصا الجهال لما بالاسواق يقولون اريد اريد اريد. خشمروهم بهاي العربانه وسحلوهم. شوفوا أصغر سيارة جتي منا. راح نطلع أنا وأيوب. طبعا خلصنا كانوا يمنا هنا ناس فقمنا بواجبهم ونطيناهم وقتهم وبعدين راحوا. فهسه انا وايوب راح نطلع. ها عيد ميلادي باكر. لا عقبه مو صحيح؟ صحيح اسوي لك كيكه. هاي ليش؟ ها اسوي لك كيكه صدق؟ انا اسوي لك كيكه. هاي شنو؟ معقوله تعرف تسوي كيك؟ قشمرني؟ وانت السجل لقيتها من الله. ها لقيتها من الله كورونا ومعزلين وثلج. يلا ما يخاف اسوي كيكه. خلا اشوف صوتك اذا سويت لي كيكه شوف شو اسوي بيك. اخ انجي ماد والله بس شغله السياره حتى اصعد. راح نروح طبعا للبيت هناك بس عندنا كم شغله لازم نسويها. روح ونجي بسرعه. احس نفسي نعسانه من اشوف هيجي جو. شوفوا الهدوء صنطة ماكو احد. هاي شلون راح نسوق بهاي الحالة؟ هنا هيجي بس من طالعين برا الاوتوبان وين رحنا؟ مطرت يعني نزل تراب بالجو. هاي اول مرة هيجي. ايه هسه جاية. معقولة راح تصير مطربان هنا؟ صدق؟ ايوه من وين جاية هاي الموجة الحلوة؟ ها وين راح تودي القناني؟ بابك مفتوح بدلني. اوه ليش؟ حاطها هنا البوفيه على اساس مغطيها مو؟ هاي المره هو دا يلعب هذا. اي وهاي اشهى سمكه بس عاوزها شويه بعد اعتقد.
شلون ريحه طيبه، ريحه تمن يم يمي. بس لحظه لازم نقفلها. ها تعال الباب ما هو متروس الحديقه مالتنا الثلج اي كلها بيضه. باع شو اسمه المقله مال الشوي باع القالب ايش كبره لولو. شوفوا شلون صار على كيكه. شوفوا الله عليكم. شوف انت راح العب علي شوي بالثلج؟ لا بدون شو اسمه دينات لا لازم تلبس هسه جو القالك. لا من ورا من ورا من ورا ايه هذا هي بتشوف قوي احسن اطم جوا واي شنيبل فخر زين مو عاريت هاي اثقل شيء منا صايره يا جامد ايه بالمسح اسكت انت 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 شوفوا البطل مال العصير باقي بالسيارة شلون جامد مع شلون صاير جامد. هذا بعد هذا الماي خو صاير قالب بي منه شوية مي وهذا كله باعه ما ينتهز كلش قوي. هذا كله ثلج جامد. هاي الليل كله هيج من فوق ايانا هذا هم مجرش هذا واجينا الجان. طبعا هذا الماركت تركي راح ناخذ من عنده اللحوم. نعم دوك شلون سيب هاي انواع الزيتون هنا. شوف شنو ناخذ نساويها عند الاتراك متوفره راح ناخذ من عندها. وهذا وياه ينخلط اثنين يعني هذا واحد وهذا واحد وياخذ رواد. هاي اخذنا اجنحه هذا لونه احمر فخاذ وهذا لونه اجنحه. هسه هنا راح ناخذ من هنا لحوم. من زين اثنين بعد ما نعناع وخرفس خرفس اثنين صحيح هذا 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 كيف من الحشو مال الكبه وهيكي ناخذ اثنين ان شاء الله كل اثنين واحد ولا اثنين اخذ لان اليوم حشبعكم كبر هذا الولد كان يشتغل الروماني ها؟ اي يقول لي كل يوم اروح زوجتي تتعارك وياي. ليش؟ يقول لي ليش ما تاكل من البيت؟ يقول لها مو يوبي يسوي لي اكل. يا تسوي اكل وما ياكل. لا هو بالبيت ما ياكل خطي من وراك. اي خلصنا. هنا راح نحضر الحشوة مال الكبة مثل ما تشوفون. راح نشغل النار على 9 مثل ما تشوفون حمست البصل وحمست اللحم وياها خليت بهارات الكبة وملح وشوية فلفل حار وكرفس. كبة التمن وكبة البرغل طبعا اثنيناتهم خليتهن اني بالفرامة الكهربائية حتى احصل على النعومة هاي. شوفوها شلون كلش ناعمة. فهسه راح ناخذ اللي نريده ونبدي نحشي بيها.
حشوه نفسها مال القبه، اذا تريدون تضيفوا وياها مكسرات او لا كيفكم. المقادير مالت هذه الكبه اللي هي كبه البرغل، خليت كوب واحد من البرغل ونص كوب من الجريش، وخليت نص كوب من السميد الناعم حتى تنطي هاي النعومه. شوفوا هالشلون تصير. كل ما تكون خفيفه كل ما تطلع اطيب. هاي هالشكل راح بس اسدها. وإذا تريدون تسلقوها بالشوربة أو إذا تريدون تقلوها ناعمة وخفيفة هذه هي. تمام، وهاي الكبة بعد ما لفيناها راح أبدي هنا أقليها بدهن كلش عالي. شوفون خلصناها. طبعا هنا عندي الكبة مال البرغل مثل ما تشوفون خليتها بمي حار بس يعني دقيقتين بس تفور على مود من تصعد هيك لي فوق اطلعها مباشره اخليها هنا عندي تتقلى مثل ما تشوفون. هذه هي بس تتحمر وخلاص. بعدها المهم انه اسلقها شويه بالماء الحار وبعدين يلا اقليها حتى تصير خفيفه يعني مو قويه. من اول ما اقليها مباشره تصير قويه كلش. البرغل والجريش اللي سويتها هذا هو شكلها النهائي وابد ما انفلت، يعني سلقتها وقليتها على مود تاخذ هذا اللون الاشقر. وعليكم بالعافيه. وهاي هم كبات التمن، فهذا كله جهزته هسه راح ياخذه ايوب وياه للشغل. العافيه. يلا قول للعمال يقرون الفاتحه. من يعرف؟ كب البيع، كب البيع، من ولد كبه؟ منو؟ هذا ريت بعد انا اكلها. طيب بعد ما خلصت وجمدتها اجمعها بكيس التجميل